تسجل دولة الكويت مواقف هامة داخل الأمم المتحدة، سيما بعدما شغلت مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لفترة بدأت منذ 2 يناير عام 2018 ولمدة عامين، ليبدأ حينها المهمة ممثلو دولة الكويت يتقدمهم المبعوث الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي. ومنذ اليوم الأول لتولي المهام في مجلس الأمن الدولي، حددت دولة الكويت أولوياتها للعمل في قائمة منسجمة تماما مع قضايا العالم الملحة ومبادئ السياسة الخارجية الكويتية، فتبنت الملف الإنساني المشهود بدورها العالمي فيه، وباعتراف أممي توجه مركزا للعمل الإنساني وأميرها قائدا للعمل الإنساني. القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ومبعث المواقف المطالبة بنصرة الحق الفلسطيني، فكان أن تقدمت دولة الكويت بمشروع قرار حول توفير الحماية الدولية للفلسطينيين إلى أنه قوبل بفيتو أمريكي، لتستمر المساعي التي كللت بالنجاح في التصويت ضد مشروع قرار حول نشاط حركة حماس في غزة. لقد استمعنا بحرص كعادتنا لما استعرضه السيد ملادنوف في إحاطته، وخاصة تلك التي تعرضت لها الضفة الغربية، والتي عادت وأكدت لنا من جديد مدى خطورة ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الجرائم التي ما فتأت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي في 11 نوفمبر الماضي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة. الأزمة السورية جرح عربي أدمى أبناء هذا الشعب، وهنا كانت تحركات دولة الكويت في أكثر من مسعى توج بقرارات أممية حيال هذا الملف، تراوحت بين جلسات خصصت لمناقشة الوضع السوري وبين قرارات كان أبرزها وقف إطلاق النار ولمدة شهر وقرار يضمن وصول المساعدات الإنسانية. إن اعتماد هذا القرار الإنساني يعتبر خطوة مهمة للغاية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين لتلك المساعدات في سوريا عبر أكثر الطرق مباشرة. لقد استجاب المجلس للنداءات الأممية حول ضرورة تجديد هذه الآلية، مما يبعث إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي يجدد تأكيده على ضرورة إيصال المساعدات بشكل سريع ودون عراقيل إلى أولئك الذين بحاجة لها. قضايا المنطقة العربية والعالم أجمع تشكل هموم دولة الكويت داخل الأمم المتحدة، هموم تسعى لضمان وتعزيز السلم والأمن الدوليين، بل والوقاية من الحروب والمواجهات المسلحة التي تدفع الإنسانية تكلفتها الباهظة. جهود دولة الكويت مستمرة عبر المنظمة بجميع مؤسساتها والأجهزة التابعة لها. عام انقضى على الحضور الكويتي في مجلس الأمن الدولي، وعام جديد من العمل المستمر والإنجازات المتواصلة، عام حافل بالتحديات. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور عياد العتيبي. سعادة السفير، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بقبولك لهذه المقابلة رغم انشغالاتك في جلسات مجلس الأمن الدولي. أهلا وسهلا فيك أخ بندر، رحب فيك ورحب بالفريق الإعلامي، وبالعكس أنا سعيد بهالاستضافة هذه معك. سعادة السفير، بداية مع مرور عام على عضوية دولة الكويت في مجلس الأمن الدولي، كيف ترون العام الأول منها، وما هي أبرز المحطات بالنسبة لدولة الكويت ودبلوماسيتها الذي يمكن الوقوف عندها؟ طبعا احنا قبل دخولنا للمجلس أعلننا عن مجموعة من الأولويات كدولة عضو في الأمم المتحدة، كدولة عربية، كدولة إسلامية، كدولة عضو في حركة عدم انحياز. حددنا مجموعة من الأولويات، منها حقيقة الدفاع عن القضايا الإنسانية في كل مكان في العالم، والحمد لله يعني احنا ماخذين الدور القيادي في هذا الموضوع في قضايا مثل قضية الروهينجا مثلا، قضية إنسانية بحتة، وقضايا أخرى تتعلق حتى في البيئة،
من واقع التجربة المريرة اللي عشناها بعد تحرير الكويت، وما حدث حقيقة من دمار بيئي بسبب الآبار اللي تم حرقها من قبل النظام السابق في العراق. عقدنا يعني اجتماع لأعضاء مجلس الأمن تحت صيغة أريا فورمولا، وسلطنا الضوء على هذه القضية. عندنا أيضا إحنا كأعضاء في المجلس نترأس حقيقة لجان تابعة للمجلس، لجنة خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إحنا عندنا الرئاسة، وفي لجنة أخرى أيضا مهمة جدا وهي تتعلق بتحسين إجراءات وطرق عمل مجلس الأمن، وهذه اجتماعاتها أيضا مكثفة، والكويت تتولى قيادة هذه أعمال هذه اللجنة. وحقيقة السنة الجاية إن شاء الله يعني متأملين أن نطرح مو قرارات ولكن نطرح أوراق، ونتأمل بأن يتم اعتمادها من المجلس. إذا تم اعتمادها من شأنه أن حقيقة نضفي مزيد من الشفافية على عمل مجلس الأمن في قضية تحسين جدول أعمال المجلس، في قضية رئاسة اللجان الفرعية التابعة للمجلس، في أمور حقيقة فنية ولكن من شأنها أنها تحسن إجراءات عمل مجلس الأمن من واقع حقيقة متابعتنا واهتمامنا في هالموضوع كدولة، كدولة كعضو غير دائم. يعني بعد سنة راح تنتهي عضويتنا، مجلس الأمن راح يكون مهم بالنسبة لنا، ومتابعة أعمال مجلس الأمن وأنشطته مهمة لجميع الدول الأعضاء. فإحنا نبي نسهل عملية انسيابية المعلومة من مجلس الأمن للدول غير الأعضاء في المجلس، وكذلك تبادل المعلومات بين الطرفين. ما يكون مجلس الأمن مثل النادي المغلق لمجموعة من الدول ما حد يدري إيش قاعد يصير فيه. نبي يكون للدول الأعضاء غير الدائمين ولا حتى الدول غير الأعضاء دور وتأثير في عملية صنع القرار داخل المجلس، وهذه حقيقة جزء مهم من مسؤولياتنا في المجلس حاليا أثناء عضويتنا. سعادة السفير، يعني الدبلوماسية الكويتية حققت شيء الكثير خلال الأيام الماضية في جلسات مجلس الأمن الدولي لاعتمادها بقرارات، يعني ما هي الجهود التي بذلت لتحقيق النجاح الدبلوماسي الذي حققته قبل أيام دولة الكويت مع السويد باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2449 حول الملف الإنساني السوري؟ يعني الكويت مع السويد هما المسؤولين عن الملف الإنساني السوري. الملف السوري حقيقة فيه يعني مقسم إلى ثلاث موضوعات أساسية: الوضع السياسي أو العملية السياسية، والمجال الأسلحة الكيميائية، والملف الإنساني. الكويت والسويد مكلفين من قبل مجلس الأمن بهذا الملف اللي هو الملف الإنساني. ماذا يعني ان احنا مكلفين فيه؟ ان احنا مع السويد اذا صارت ازمه انسانيه، وهناك ازمه انسانيه في سوريا، احنا مطلوب منا حقيقه ناخذ المبادره ونصيغ مشاريع قرارات او بيانات رئاسيه ونطرحها على اعضاء مجلس الامن. يعني احنا مطلوب منا ناخذ المبادره عندما تكون هناك ازمه، وهدفنا الأساسي هو تحسين الوضع الإنساني في سوريا. فتمكننا حقيقة من أن مجلس الأمن يعتمد القرار 2401 في شهر فبراير لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وفي القرار الأخير اللي ذكرته 2449 تمكننا أيضا من الحصول على دعم المجلس لقرار يجدد ولاية دخول المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية محددة في الشمال، وفي أيضا في الحدود وفي الجنوب. الآلية هذه تسمح للأمم المتحدة بنقل المساعدات عن طريق طبعا وكالاتها الدولية المتخصصة، بنقل المساعدات إلى المشردين داخليا داخل سوريا وفي بعض المناطق اللي هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات. والحمد لله تمكننا من إصدار القرار، حتى وإن لم نحصل على إجماع، ولكن القرار قرار ملزم بموجب مواد الميثاق، والأمم المتحدة راح تستمر حقيقة في عملها وولايتها. سعادة السفير، ننتقل إلى الملف اليمني، من الملف السوري إلى الملف اليمني. يعني كيف واصلت دولة الكويت دورها حيال الأزمة اليمنية، بدءا بتبني الوساطة بين أطراف النزاع وحاليا عبر مشاورات السويد، يعني من ثم الدور المأمول الآن من الأمم المتحدة في رعاية الاتفاق؟ يعني دورنا في الأزمة اليمنية حقيقة دورنا دور قديم في اليمن. يعني كان لنا مبادرات حتى بالسبعينات،
حتى بعد الوحدة اليمنية في سنة 90 والحرب اللي وقعت في اليمن سنة 94 كان لنا دور الكويت في محاولة رأب الصداع والتشجيع على الحوار وجمع الأطراف المعنية في أكثر من مبادرة. في الأزمة الحالية مثل ما أنت عارف الكويت استضافت الجولة الثالثة من المفاوضات اليمنية واستضفناهم لمدة 3 أشهر بالكويت، وحقيقة دورنا مستمر في حث الأطراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الالتزام بالمبادرة الخليجية، الدفع بالحل السلمي، لأن الأزمة اليمنية لن تحل عسكريا، وليس من مصلحة حقيقة أحد أن يستمر هذا الصراع بين اليمنيين، والمتضرر في الأول والأخير هم اليمن واليمنيين. لذلك احنا داعمين بقوة للأمين العام ولجهود مبعوثة الخاص، ورحبنا في نتائج الجولة الأخيرة التي عقدت في ستوكهولم، والآن نتطلع حقيقة لمشروع قرار يتم مناقشته وتدارسه بين أعضاء مجلس الأمن، وعلى الأرجح أنه راح يعتمد غدا أو بعد غد على أبعد تقدير، ولكن المشاورات ما زالت مستمرة على مشروع قرار مقدم من بريطانيا. ما الذي يشكله انتخاب سعادة السفير انتخاب دولة الكويت عن المجموعة العربية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018-2019؟ يعني ما أهمية ذلك في دعم القضايا العربية؟ طبعا الكويت حاليا هي العضو العربي الذي يمثل الدول العربية والمجموعة العربية في مجلس الأمن. هناك ترتيب معين بين المجموعتين الأفريقية والأسوية بحيث أن يكون هناك تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن. الآن دورنا إحنا أعضاء دولة عربية من آسيا، بعد خروج الكويت راح تدخل تونس من أفريقيا، وهل مجرى يعني نتناوب نحن والدول العربية في أفريقيا على هذا المقعد، مقعد عربي. طبعا الدول العربية احنا كمسؤوليتنا كدولة عربية ان نتبنى القضايا العربية، القضايا العربية اللي تعتمد بشأنها قرارات من مجلس الجامعة العربية، فاحنا الصوت العربي في مجلس الأمن الذي المطلوب منا ندافع عن هذه القضايا العربية. وطبعا قضيتنا الأولى هي القضية الفلسطينية، ولكن القضايا العربية الأخرى، وللأسف أن القضايا العربية هي مستحوذة على جدول أعمال مجلس الأمن، يعني هناك تقريبا 8 إلى 9 قضايا عربية مدرجة على جدول أعمال المجلس، ومطلوب منا إحنا هي نمثل الموقف العربي وندافع عنه في المجلس. مثل اليوم صباح اليوم كان في جلسة عن لبنان، وإحنا ككويت يعني موقفنا كان هو موقف لبنان في المجلس بخصوص الاستفزازات الإسرائيلية على طول خط الحدود بينها وبين لبنان. بما يتعلق سعادة السفير بإصلاح عمل مجلس الأمن، يعني كيف ترون اتجاهات إصلاح عمل مجلس الأمن؟ ماذا يحتاج؟ ما هو المطلوب لإصلاح عمل مجلس الأمن الدولي؟ يعني مسألة إصلاح حقيقة مجلس الأمن هي حديث ذو شجون، هذا الموضوع حقيقة موضوع قديم جدا، يعني مطروح ويناقش منذ 25 عام، ومجلس الأمن هو جهاز من أجهزة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مكونة من عدة أجهزة، المجلس الأمن، الجمعية العامة، المحكمة العدل الدولية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جهاز الأمانة العامة، ومجلس الوصاية. مجلس الأمن هو المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، لكن هو تقريبا أهم جهاز في الأمم المتحدة. ليش أهم جهاز؟ لأنه أول شيء مسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين، الأمر الآخر قراراتها ملزمة على عكس الأجهزة الأخرى اللي قراراتها تعتبر توصيات وغير ملزمة للدول. فمجلس الأمن لكي يتم إصلاحه يجب أن نعرف شنو يعني الميثاق، ما هي المسؤوليات والاختصاصات اللي أعطاها مجلس الأمن. مجلس الأمن في سنة 45 من أنشأ الأمم المتحدة؟ أنشأها حقيقة الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، الخمس دول المعروفة. هذه الدول لما أنشأت طبعا هي واتفقوا معها 50 دولة ووقعوا الميثاق في مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، ولكن هناك أمور كثيرة يجب أن يعرفها حقيقة كل الباحثين والمتابعين لشؤون الأمم المتحدة. ليس من السهل حقيقة أن يتم إصلاح مجلس الأمن لأسباب كثيرة.
طبعا أنا ذكرت أن مجلس الأمن الدول الدائمة العضوية أو الدول التي انتصرت بالحرب العالمية الثانية أعطت نفسها حقيقة صلاحيات كثيرة، وهذه الصلاحيات نص عليها صراحة ميثاق الأمم المتحدة. أولا قرارات مجلس الأمن ملزمة، فهذه هي موجودة بشكل دائم. الأمر الآخر أن مجلس الأمن يقوم نيابة عن الدول الأعضاء بهالمسؤولية، هذه يقومون نيابة عنا كلنا، أعطوا نفسهم الحق بأن يكونون دائمين في مجلس الأمن، هم أعضاء دائمين نحن أعضاء غير دائمين، أعطوا نفسهم الحق في موضوع الفيتو، هذا حق رابع، وأعطوا نفسهم الحق في أن هالميثاق هذا اللي تم الاتفاق عليه وتم التصديق عليه لن يتم تعديله إلا بموافقتهم. فمسألة إصلاح مجلس الأمن مسألة صعبة ومعقدة جدا، هناك دول احنا نسميها دول طامحة تبي تكون عضو دائم في مجلس الأمن، ولكن ليس من السهل حقيقة التوصل للاتفاق، لأن أي اتفاق يتطلب حقيقة تعديل الميثاق، وتعديل الميثاق يجب أن يحظى بموافقة هالدول الخمس. على خط الملف الإنساني وأيضا مشروعات الدعم الكويتي للبرامج الأممية، يعني ما هي صور التعاون بين دولة الكويت وأيضا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بهذا الشأن؟ طبعا في تعاون وثيق بين الكويت وبين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. لما نتكلم عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة نقصد فيها طبعا برنامج الغذاء العالمي، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للماء، عدة وكالات، منها حتى منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي السنوات الأخيرة يعني انتهجنا نهج عكس ما كنا نتبعه في السابق. في السابق حقيقة كنا نحرص أن مساعداتنا ودائما تروح بشكل ثنائي، قليل ما نوجهها من خلال الأمم المتحدة، ولكن الآن خصوصا بعد ما استضفنا مؤتمرات دولية يعني بمبادرات سامية من حضرة صاحب السمو استضفنا عدة مؤتمرات دولية. أنا أتكلم فقط مثلا عن سوريا، استضفنا مؤتمرات دولية ثلاث في ثلاث سنوات، بالكويت سنة 2013 و2014 و2015، استضفنا أيضا مؤتمرات دولية أخرى، منها الآخر مؤتمر كان عن لإعادة إعمار العراق أو إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش. فهالمؤتمرات هذه دعينا شاركت فيها الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي حقيقة كانت معانا منظم وراعي لهذه المؤتمرات، وبالتالي في السنوات الأخيرة كثير من مساعداتنا تتم عن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وإحنا سعيدين بهذا التعاون وراح نستمر معاهم حقيقة. وفيه وشعرنا بأن في تقدير كبير لدور الكويت في مجال العمل الإنساني، وهذا ونتج عنه حقيقة تقدير الأمين العام السابق لحضرة صاحب السمو وأعطاه شهادة تقدير بصفته قائد للعمل الإنساني، وهذا شيء حقيقة ما هو شيء سهل، هذا فيه اعتراف بدور الكويت، دولة صغيرة وفي منطقة ملتهبة ولكنها برزت في مجال دعم العمل الإنساني الدولي. بما يتعلق سعادة السفير يعني بما تطرحه دولة الكويت خلال مجلس الأمن الدولي، يعني كيف ترون توافق وجهات نظر بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لوجهة النظر الكويتية تجاه ما تطرحه دولة الكويت داخل مجلس الأمن؟ طبعا العمل داخل مجلس الأمن يتم وفق آلية معينة، عندما تريد أن تقنع أعضاء مجلس الأمن بأي أمر أول شيء تقدم تجري مشاورات، مشاورات في البداية تكون ثنائية وبعد ذلك تقوم بإعداد نص أو مسودة، مسودة مشروع قرار، مسودة مشروع بيان رئاسي، وتدعو حقيقة الأعضاء كلهم لمشاورات غير رسمية خلف أبواب مغلقة وتتشاور معهم حول نصوص مشروع القرار، ويجب أن تكون أيضا تبدي مرونة وتكون بناء وتتعاون مع الجميع وتحاول قدر الإمكان أنك تأخذ أيضا في وجهة نظرهم. ليس بالضرورة الكل يتفق معك، وأحيانا نص أو شكل النص ممكن يتغير، ولكن إحنا الهدف الأسمى بالنسبة لنا أن يكون في توافق على نص معين ويخدم القضية ويحقق الغرض. فالمسألة أحيانا حقيقة تكون طويلة ومعقدة، ولكن يبيلها شوية صبر وتأخذ المسألة أحيانا أكثر من شهر من المشاورات والمفاوضات، ولكن في المحصلة الأخيرة إذا صدر قرار من مجلس الأمن، هذا مثل ما ذكرت قرارات مجلس الأمن ملزمة، وبالتالي الهدف الأساسي أن تساهم في تغيير الوضع على الأرض سواء في سوريا أو في اليمن، وإحنا حقيقة نعتز ونفتخر أن نكون جزء من أي حل يتم التوصل إليه سواء في اليمن سواء في سوريا سواء في العراق، نبي نساء حتى في ميانمار الوضع في ميانمار.
يعني مسائل والوضع في ليبيا والوضع في لبنان، احنا دائما موجودين من واقع مسؤوليتنا احنا كدولة عربية، والكل ينظر لنا احنا كدولة عربية، شنو سويت انت، شنو مساهمتك في مشروع القرار، شنو احنا دائما حقيقة ايضا نتشاور مع الاطراف المعنية ونحاول قدر الامكان ان نعكس ارائهم ومواقفهم وهمومهم ومشاغلهم في ما يطرح من مشاريع قرارات في مجلس. سعادة السفير، ذكرت ايضا ما يحصل في ميانمار وايضا قضية الروهينجا وأيضا قضية اللاجئين، يعني ماذا تعني من أهمية في مجلس الأمن؟ ما هي رؤية الكويت تجاهها والجهود أيضا التي تبذلها لحل تلك القضية الإنسانية؟ يعني أقلية الروهينجا هي احنا عارفين يعني ما حصل لهم، أقلية مسلمة موجودة في ولاية اسمها ولاية الراخاين في غرب ميانمار، خلال تقريبا أسابيع قليلة طرد ما يقارب من 1,000,000 شخص إلى بنغلاديش، وأصبح يعني أسرع أكبر قضية لاجئين وأسرع قضية لاجئين حصلت خلال أسابيع قليلة، تقريبا شعب بأكمله تم تشريده وموجود وكلهم حقيقة الحين وضعهم كلاجئين في بنغلاديش في مخيمات اسمها مخيمات كوكس بازار. احنا في الكويت قدرنا أن يعني سهلنا مهمة مجلس الأمن للقيام بزيارة إلى ميانمار، وقدنا هالزيارة هذه. الكويت كانت هي رئيسة مشاركة مع يوكي ومع بيرو، والزيارة اللي قمنا فيها هناك حقيقة سهلت عمل مجلس الأمن في تسليط الضوء على هذه القضية. والمجلس حقيقة من بعد عودتنا من هذه من زيارة ميانمار اتخذنا عدة خطوات، وحاليا في مشروع قرار سيطرح على مجلس الأمن ويتم التصويت عليه. هي احنا مو متأكدين من الموقف الصيني، يعني فيه مؤشرات بأن الصين راح تعترض على القرار، راح تستخدم حق النقض الفيتو بحكم علاقتها مع ميانمار، ولكننا مستمرين في دعم هذه القضية، مستمرين في تسليط الضوء عليها، وراح نستمر في الدعوة لإيجاد حل حقيقة حل ينصف هذه الأقلية ويسمح بعودتها إلى مناطقهم. بما يتعلق بمكافحة الإرهاب، سعادة السفير، يعني ما هي جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لدعم مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي؟ على المستوى الإقليمي الكويت من الدول الداعمة للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش في العراق وفي سوريا، وقدمنا حقيقة دعم لوجستي لدول التحالف، ومستمرين حقيقة في جهودنا في هذا المجال. احنا الكويت طرف في عدة اتفاقيات دولية خاصة بالإرهاب، وندعم كافة الجهود اللي تبذل من قبل المجتمع الدولي لحقيقة لمواجهة هذه الظاهرة والتخلص منها، وخاصة التنظيمات المدرجة على جدول يعني على 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 قائمة مجلس الأمن. هناك تنظيمات إرهابية كثيرة، منها تنظيم داعش وتنظيم النصرة وتنظيمات أخرى مدرجة على جدول على قائمة القائمة المحظورة، وإحنا حقيقة الكويت ملتزمين بهذه القوائم ويتم تنفيذ كافة المتطلبات مجلس الأمن بهذا الشأن. سعادة السفير، بما يتعلق برؤية دولة الكويت في مجلس الأمن الدولي تجاه القضية العربية، قضية فلسطين، يعني كيف ترى رؤية دولة الكويت خلال عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي؟ طبعا قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، وتم التأكيد على ذلك من قمة الهرم في الكويت من حضرة صاحب السمو إلى سمو ولي العهد ولا سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وهذه القضية هي قضيتنا كلنا، وإحنا مستمرين حقيقة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحقهم المشروع أكدت عليه حقيقة قرارات القمة الإسلامية وقرارات القمة العربية. فما نقوله هنا يعني في المجلس سبق وأن تم التأكيد عليه في قرارات وبيانات صادرة عن القمة العربية، ورح نستمر حقيقة في دعمنا لنا قضية عادلة، والشعب مظلوم وشعب محتل، وهناك قرارات صادرة عن المجلس وقرارات صادرة عن الجمعية العامة تدعم حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وكل ما نطالب فيه في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بشكل خاص أن احنا نطالب بتنفيذ هذه القرارات.
وإدانة الاحتلال وإنهائه وإدانة الممارسات الإسرائيلية، والممارسات الإسرائيلية وسياساتها كلها تنتهك قرارات مجلس الأمن. يعني موضوع الاستيطان على سبيل المثال انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن. هذا اللي ندينا الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة، وراح نستمر حقيقة في موقفنا. هذا موقف مبدئي للكويت وراح تستمر فيه، واللي نقوله أيضا يعكس حقيقة مواقف الدول العربية. يعني احنا في مجلس الامن والكلام اللي نصرح فيه وناكد عليه والقرارات اللي نطرحها، احنا طرحنا قرار في مجلس الامن في شهر 6 الماضي، ولكن تم استخدام حق النقض الفيتو عليه من قبل الولايات المتحده. حصلنا على دعم 10 دول، لكن بسبب الفيتو الامريكي سقط، والقرار كان يطلب ويدعو الى توفير حمايه دوليه للشعب الفلسطيني. بعد ما فشل القرار في مجلس الأمن أخذنا حقيقة إلى الجمعية العامة وكان في تأييد له وتم اعتماده، ولكن مع الأسف أن قرارات الجمعية العامة ما هي قرارات ملزمة، يعني فيها ثقل أدبي وأخلاقي، ولكن الصعب أنك أنت تنفذها على الأرض لأنها أساسا ما هي قرارات ملزمة. ولكن ما نقلل من أهمية الجمعية العامة وقراراتها. يعني ختاما سعادة السفير، يعني سؤال أخير، يعني ماذا لدى دولة الكويت من مشاريع قرارات يمكن أن تقدمها إلى مجلس الأمن الدولي خلال عام 2019؟ يعني صعب أن الواحد يحدد من الآن ما هي القرارات اللي راح نطرحها، ولكن عندنا أول شيء راح نستمر في مواقفنا في الدفاع عن القضايا العربية كلها، وإذا ما استدعت الحاجة أن نقدم مشاريع قرارات راح نقدم مشاريع قرارات نيابة عن الدول العربية وبما يتم الاتفاق عليه خصوصا بين الدول العربية. هناك قضايا أخرى ما ندري، احنا نتمنى حقيقة أن ما يتم دفعنا لتقديم مشروع قرار، لأنك لما تقدم مشروع قرار معناته في أزمة موجودة، وبالتالي أنت تحاول مع أعضاء مجلس الأمن لوضع حل لهذه الأزمة، ولكن نتمنى أننا ما ننحط فيها الوضع هذا. ولكن نأمل حقيقة في شهر خلال رئاستنا للمجلس في شهر يونيو الماضي هناك عدة موضوعات قد نطرحها، منها نبي نعزز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن. فيه عدة أفكار يتم تداولها ما تم اتخاذ قرار بشأنها، ننتظر حقيقة توجيهات من العاصمة في هذا الشأن حتى نبدأ التحرك، أن يكون في إطار مؤسسي للتفاوض بين مجلس الأمن والجامعة العربية، وهذا الأمر يعني قاعد نشتغل عليه بهدوء بحيث أن نعتمده إن شاء الله في شهر يونيو أثناء رئاسة الكويت الثانية لمجلس الأمن. مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور عياد عتيبي، شكرا جزيلا لك على إتاحة لنا هذه الفرصة لإجراء هذه المقابلة رغم انشغالاتك في مجلس الأمن الدولي. حياك الله أخ بندر، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وحياكم الله في نيويورك، تشرفنا فيكم. يا أهلا وسهلا فيك. إذن مشاهدينا الكرام، نصل لنهاية حلقتنا الخاصة مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور عياد العتيبي. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.